السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث الثانوي التجاري. ان شاء الله مع بعض هنتعرف على ماده جميله جدا اسمها ماده الاحصاء للصف الثالث الثانوي التجاري، وهذه الماده من المواد الشيقه اللي بتكون الدرجات فيها مضمونه وموضوعاتها موضوعات جميله جدا، وبيهتم بيها الطالب لأنها دايما بيشوفها في حياته كتير جدا، ومن المواد اللي موضوعاتها فيها فهم وبتعتمد على الفهم والتحليل، ما بتعتمدش على الحفظ خالص. عايزين نتعرف مع بعض النهاردة على موضوعات مادة الإحصاء للصف الثالث الثانوي التجاري. موضوعات مادة الإحصاء عبارة عن موضوعات بسيطة جدا ومهمة جدا. أول موضوع هنتكلم فيه اسمه موضوع الاحتمالات، وده الحقيقة موضوع شيق جدا جدا جدا، وبتحس ان هو عايش معاك في كل جوانب الحياة. تاني موضوع اسمه موضوع التوزيع الطبيعي، والتوزيع الطبيعي ده هينقسم لتوزيع طبيعي معياري وتوزيع طبيعي غير معياري، وهنشوفه مع بعض بالتفصيل. تالت موضوع اسمه موضوع العينات، تالت موضوع اسمه موضوع العينات. رابع موضوع في علم الإحصاء معانا اسمه الارتباط والانحدار، وآخر موضوع اسمه السلاسل الزمنية. تعالوا مع بعض نتكلم في حلقة افتتاحية وحلقة تعريفية بمادة الإحصاء بتاعتنا، نشوف إيه الموضوعات المهمة وإزاي بيجي عليها بعض الأسئلة، ونشوف مع بعض الكلام ده بيجي إزاي في الامتحانات، وطريقة وضع السؤال وطريقة التفكير لحل مادة الإحصاء. أول حاجة موضوع الاحتمالات. يعني إيه احتمالات؟ وهل الاحتمالات دي موجودة في الحياة العملية وبتقابلنا؟ بالطبع نعم، لأن كل شيء في جوانب الحياة بيكون فيه احتمالات. زي ما حضرتك بتشوف، ممكن لو بتتابع فريقك الرياضي في كرة القدم أو كرة السلة أو كرة الطايرة، تقول لي احتمال يحصل فوز أو يحصل هزيمة، يبقى ده احتمال. يبقى أنت هنا كل شيء في حياتك معرض للاحتمالات. زي كمان لما نيجي نقول إنك هتلحق كلية معينة، يبقى ده احتمال. إن عاوز تدرس هواية معينة وعايز تحصل على الكتاب بتاعها، فهتروح المكتبة تسأل على الكتاب ده، احتمال تلاقيه واحتمال ما تلاقيهوش. يبقى هنا يا جماعة كل شيء في حياتك اسمه أو بيتعرض لجوانب الاحتمالات. زي طالب داخل الامتحان، احتمال يجيب امتياز، واحتمال يجيب جيد جدا، واحتمال يجيب جيد، واحتمال يجيب مقبول، واحتمال يجيب ضعيف، يبقى دي كلها احتمالات موجودة. زي مريض داخل يعمل عملية إن شاء الله يكون بالشفاء، احتمال نجاح العملية أو احتمال عدم نجاح العملية، يبقى دي كلها اسمها احتمالات. يبقى لما أجي أعرف الاحتمال أقول لك هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية. يبقى إيه هو الاحتمال تاني؟ نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية. يعني لما أجي أقول لك عندي 100 طالب، 10 منهم جابوا امتياز، يبقى حضرتك عدد الطلبة كلهم كام؟ 100 طالب، و10 منهم جابوا امتياز، جابوا 50 من 50 في الإحصاء. تقول لي الاحتمال هنا أو احتمال حصول الطالب على تقدير امتياز كام؟ تقول لي عدد اللي حصلوا على الامتياز اللي هم 10 على عدد الطلبة كلهم أو المجتمع كله اللي هو 100، يبقى الاحتمال هنا كام؟ 10 على 100 أو 10%. يبقى كلمة احتمال هي نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية. خلي بالك من خصائص الاحتمال إنه دايما بيكون متباينة أو يتراوح بين الصفر والواحد الصحيح، مش ممكن الاحتمال يقل عن الصفر. يبقى مفيش حاجة اسمها احتمال سالب أبدا، لا يقل الاحتمال عن الصفر.
وكمان لا يزيد عن الواحد، يبقى دايما مجموع الاحتمالات للشيء هو واحد صحيح، يبقى الاحتمال لا يقل عن الصفر ولا يزيد عن الواحد الصحيح. خد بالك ان الاحتمال بيتراوح بين الصفر والواحد الصحيح، يعني ممكن يكون صفر، ممكن الاحتمال يكون صفر، بس في الحالة دي بنسميه حدث مستحيل، زي ما هنشوف في انواع الاحداث وهنعرف الكلام ده بالتفصيل النهاردة مع بعض. وممكن الاحتمال يكون واحد صحيح، وده بيسموه حدث مؤكد لان احتماله 100%. يبقى في عندي حدث مستحيل وحدث مؤكد. طب في بقى بينهم حاجه اسمها حدث محتمل. حدث ايه محتمل؟ ايه هو الحدث المحتمل اللي هو ممكن يقع وممكن لا يقع؟ يبقى انا عندي الاحتمال بيتراوح بين صفر وواحد صحيح، اذا كان قيمه الاحتمال صفر بنسميه حدث مستحيل. زي ايه الحدث المستحيل؟ احتمال ظهور الشمس ليلا، ده اسمه حدث مستحيل، محدش فينا شاف الشمس بالليل قبل كده. احتمال ظهور الشمس ليلا يسمى حدث مستحيل. احتمال يبقى زي ما بنقول الاحتمالات، بنقول موضوعات علم الاحصاء تاني، الاحتمالات الباب الاول، التوزيع الطبيعي الباب الثاني، الباب الثالث اسمه العينات، الباب الرابع اسمه الارتباط والانحدار، والباب الخامس اسمه السلاسل الزمنية. لما هنرجع بقى للباب الاول الاحتمالات دي ونشوف ايه هي الاحتمالات، هلاقي ان في بعض الحاجات لازم اعرفها، منها تعريف الاحتمال وقلناه الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية. قلت لك لو انا عندي 100 طالب وفي 10 منهم جايبين امتياز، عايز اعرف نسبة اللي جايبين امتياز، تقول لي 10 على 100 يبقى الاحتمال 10%. طب في 20 جايبين جيد جدا، يبقى 20 على 100 يبقى 20 من 100 او 2 من 10 نسبة الاحتمال الجيد. طب في 50 منهم جايبين جيد، اقول لك 50 على 100 يعني نص احتمال الحصول الطالب على جيد. يبقى هنا عرفت ان الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية. طيب في بعض التعريفات المهمة جدا اللي لازم نعرفها حتى في حياتنا كمان والعلم الاحصاء. حاجة اسمها فضاء العينة، وحاجة اسمها التجربة العشوائية. ايه هو فضاء العينة ده؟ فضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة لأي تجربة. يعني حضرتك بتعمل تجربة، جميع النواتج الممكنة ليها اسمها فضاء العينة. اسمها ايه؟ فضاء العينة. مش فاهم يا مستر. يعني لو انا جبت زهرة نرد، عارفين حجر الطاولة بتاع السلم والتعبان ده؟ لو رميته على سطح املس، قلت لي يطلع ايه؟ قلت لي ده يطلع واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة، ده اسمه فضاء العينة. حضرتك قلت لي جميع النواتج اللي ممكن تحصل. طيب لو طلعت قطعة نقود، قطعة النقود دي لها وجهين، وجه فيه صورة ووجه فيه كتابة. يبقى هنا لو رميت قطعة النقود كده على الترابيزة اللي قدامك، هتقول لي قبل ما افكر دي هتطلع يا اما تطلع صورة يا اما تطلع كتابة. يبقى قطعة النقود جميع النواتج الممكنة ليها صورة وكتابة. زهرة النرد جميع النواتج الممكنة، واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. يبقى ايه جميع النواتج الممكنة دي؟ بيسموها فضاء او فراغ العينة. يبقى جميع النواتج الممكنة اللي عندك دي بنسميها فضاء او فراغ العينة. يبقى فضاء العينة او فراغ العينة هو جميع النواتج الممكنة. في حد بيعمل تجربة، بيحضر مركب كيميائي، يا اما تنجح يا اما تفشل، يبقى جميع النواتج الممكنة بتاعته ايه؟ النجاح او الفشل. يبقى عندي كده فضاء العينة بقول كل النواتج او جميع النواتج الممكنة. وفي ناس تانية بتسميه فراغ العينة وبيرمز له بالرمز فيه. يبقى خدت تعريفين معاك كده نفتكرهم مع بعض. ايه هو تعريف الاحتمال؟ هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية. ده تعريف الاحتمال، نسبة تحقق الحدث الى المجموعة
الكلية. خصائص الاحتمال لا يقل عن الصفر، يتراوح بين صفر وواحد لا يزيد عن الواحد طبعا زي ما اتفقنا. يبقى احنا قلنا ايه؟ الاحتمال يتراوح بين صفر وواحد صحيح، مش ممكن يزيد عن الواحد ومش ممكن يقل عن الصفر. يبقى دايما الاحتمال كسر موجب او واحد صحيح او صفر. ده كان تعريف الاحتمال. عرفنا كمان حاجة مهمة جدا 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 اسمها فضاء او فراغ العينة. ايه هو فضاء او فراغ العينة؟ قلت لي هو جميع النواتج الممكنة. طب جميع النواتج الممكنة لأي تجربة؟ يبقى في هنا تجربة حصلت اسمها التجربة العشوائية، بس احنا ما عرفناش التجربة العشوائية. تمام، تعالوا مع بعض نعرف التجربة العشوائية. يعني ايه تجربة عشوائية ويعني ايه فضاء العينة؟ تعالوا نشوف. لو انا قلت مع حضرتك التجربة العشوائية مع بعض، هنشوف تعريف التجربة العشوائية اللي هي تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا. التجربة العشوائية تجربة معلوم نواتجها مسبقا قبل إجرائها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو مسكت زهرة النرد، لو مسكت معاك زهرة النرد وقلت لك انا عاوز ارمي زهرة النرد دي، تمام، وعايز اعرف ايه اللي هيحصل فيها، قلت لي انا اقول لك قبل ما ترميها دي هتطلع يا واحد يا اتنين يا تلاتة يا اربعة يا خمسة يا ستة. هو حضرتك عرفت كل ده منين؟ قلت لي انا اول حاجة عملتها قلت ايه النواتج كلها اللي موجودة، ايوة، وقلتها كلها. يبقى عرف التجربة العشوائية هي تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل إجرائها دون الجزم أيا منها سوف يقع. لذلك لو قلت لك مباراة كرة القدم بتاع المنتخب، قلت لي إن شاء الله هيحصل فوز وممكن يحصل تعادل وممكن يحصل هزيمة، يبقى ده حضرتك توقعت جميع النواتج الممكنة أو قلت لي جميع النواتج الممكنة. يبقى أنت كنت عارف جميع نواتج التجربة قبل ما تعملها، ولكن ما تقدرش تحدد اي ناتج منها سوف يقع. بدليل لو مسكت قطعة نقود كده، لو مسكنا كده قطعة نقود وقمت حادفها كده، قطعة النقود زي ما احنا عارفين فيها وجهين، وجه فيه صورة وواجه فيه كتابة. يبقى زي ما اتفقنا ان قطعة النقود فيها وجهين، وجه فيه صورة وواجه فيه كتابة. الوجه اللي فيه الصورة اللي عند حضرتك بتقول فيه ايه؟ ده اسمه صورة. يبقى دايما كلنا كده عارفين شكل قطعة النقود، وجه فيه صورة وواجه فيه كتابة. لو انا رميت قطعة النقود كده على الترابيزة قبل ما ارميها، انت قلت لي هتطلع يا صورة يا كتابة، طبعا ما كل النواتج الممكنة اللي فيها ايه؟ يا صورة يا كتابة. اللي انت عملته ده اسمه تجربة عشوائية. او ايه هي التجربة العشوائية تاني؟ هي تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل اجرائها. قبل ما اعملها انا عارف ايه اللي هيطلع، قلت لي هيطلع يا صورة يا يطلع كتابة دون الجزم ايا منها سوف يقع. يعني انا قلت لك ايه؟ طالب داخل الامتحان، قلت لي طبيعي يا اما نجاح يا اما رسوب. طيب ايه بقى بالظبط؟ قلت لي ده بيتحدد بقى على مجهوده هو. لو الراجل ذاكر وبقى كويس وشاطر هينجح، لو ما ذاكرش واهمل هيحصل رسوب. بس انت كنت عارف جميع النواتج؟ اه طبعا عارف جميع النواتج. اي تجربه قبل ما نعملها احنا عارفين جميع نواتجها، ولكن ما نقدرش نحدد بالظبط ايه منها اللي هيقع او ايا منها سوف يقع. لذلك بقول لك ايه، في تجربة القاء زهرة النرد، عارف المكعب بتاع زهرة النرد بتاع السلم والتعبان؟ لو رميت زهرة النرد ده ايه اللي ممكن يطلع؟ قلت لي هيطلع يا اما واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. يعني انت عارف كل اللي هيطلع؟ ايوه طبعا. طب تقدر تحدد لي ايه بالظبط اللي هيطلع على السطح العلوي؟ اقول لك لا ما اقدرش، لان التجربه العشوائيه تعرفها هي تجربه معلوم مسبقا قبل ما اعملها جميع النواتج اللي هتطلع، ولكن دون الجزم ايا منها سوف يقع. يبقى لما نشوف التعريف تاني عشان اللي عايز يعرف تعريف التجربه العشوائيه، زي ما شايفين على الشاشه هي تجربه معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل إجرائها دون الجزم أيا منها أو أيها سوف يقع. تمام.
طيب ونرجع تاني لتعريف الاحتمال عشان الناس اللي كانت عايزة تشوفه على الشاشة. تعريف الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية. يبقى دي كده تعريف الاحتمال، وكمان تعريف التجربة العشوائية زي ما قلنا، تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل إجرائها دون الجزم أي منها سوف يقع. في كمان تعريف مهم جدا اسمه فضاء أو فراغ العينة. فضاء أو فراغ العينة هو جميع النواتج الممكنة أو كل النواتج الممكنة أو بنسميه فراغ العينة، وممكن نسميه المجموعة الشاملة ونرمز له بالرمز ف. يبقى الف هي رمز فضاء أو فراغ العينة. يبقى لو أنا جيت قلت لك سؤال عرف فضاء العينة، تقول لي فضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة أو هو المجموعة الشاملة لجميع النواتج الممكنة. يبقى دايما فراغ العينة فيه كل النواتج، كل النواتج قلنا قبل كده ظهرت النرد النواتج بتاعتها قلت لي يا إما واحد يا إما اتنين يا إما تلاتة أو أربعة أو خمسة أو ستة، وكمان قطعة النقود يا إما صورة يا إما كتابة، يبقى دي كل النواتج الممكنة. نهائي بطولة يا إما فوز يا إما خسارة، دي جميع النواتج الممكنة وتسمى فضاء أو فراغ العينة. طيب عندي كمان حاجة اسمها الحدث. يعني إيه حدث؟ لو أنا قلت لك لو أنت رميت قطعة النقود وظهرت الكتابة، الكتابة ده حدث من ضمن الأحداث. يبقى خلي بالك فضاء العينة هو مجموعة الأحداث اللي هتظهر معاك، كل الأحداث اللي هتظهر اسمها فراغ العينة، ولكن كل منها على حدة اسمه حدث. يبقى هنا الكتابة اسمها حدث والصورة اسمها حدث، دي في تجربة ايه؟ إلقاء قطعة نقود. طب في تجربة إلقاء زهرة نرد، الواحد اسمه حدث، الاتنين اسمها حدث، التلاتة حدث، حدث الحصول على العدد أربعة، حدث الحصول على العدد خمسة، حدث الحصول على عدد ستة. طيب في حدث الحصول على عدد سبعة؟ ولكنه حدث مستحيل لأن الزهر آخره كام؟ ستة. يبقى حدث الحصول على العدد سبعة ده اسمه فاي أو الحدث المستحيل أو المجموعة الخالية، وطبعا احتمال الحدث المستحيل بيساوي صفر، مش ممكن يحصل. هات كده زهرة نرد واقعد ارمي فيها ليل ونهار، مش ممكن يطلع معاك رقم سبعة، آخرك ستة. يبقى ده السبعة ده اسمه حدث مستحيل، حدث الحصول على عدد سبعة ده اسمه حدث مستحيل. لذلك لما جينا نعرف الحدث قلنا مجموعة جزئية من فيه، ما هو حتة من فضاء العينة. يبقى عرف الحدث هتقول لي ايه؟ الحدث هو مجموعة جزئية من فضاء العينة. يبقى شوف كده معايا تعريف الحدث تاني، الحدث هو جزء من فضاء العينة او مجموعة جزئية من فيه. خدنا كام تعريف بقى لحد دلوقتي مع بعض تاني. عايز اعرف الاحتمال، اول حاجه اهو الاحتمال هو نسبه تحقق الحدث الى المجموعه الكليه، ده تعريف الاحتمال. نقول تاني الاحتمال هو نسبه تحقق الحدث الى المجموعه الكليه. تاني عرف التجربه العشوائيه، هي تجربه معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل إجرائها دون الجزم أي منها سوف يقع. طيب كده أنا عرفت الاحتمال وعرفت التجربة العشوائية، وكمان خدنا تعريف مهم اللي هو فضاء العينة، وده كله هيخدمني في فهم الاحتمالات. فضاء العينة جميع النواتج الممكنة أو المجموعة الشاملة، وعرفنا آخر حاجة الحدث. ايه هو الحدث؟ هو جزء من فضاء العينة. بعد كده هندخل في حاجة مهمة جدا جدا اسمها الحدث المؤكد والحدث المستحيل والحدث المحتمل. الحدث المؤكد اعرفه ازاي؟ قال لي عناصره تساوي عناصر فيه. طيب يا جماعة هو بعض الاحداث ليها اكتر من عنصر؟ طبعا، اصل احنا سمعناك يا مستر بتقول الحدث او في تجربة ظهور، في تجربة إلقاء زهرة نرد
ظهور العدد واحد، ده حدث عنصره واحد بس مفيش مشكله، بس في حدث بيحمل اكتر من عنصر. زي لو انا قلت لك في تجربه القاء زهره نرد عايز حدث الحصول على عدد فردي، ايه الاعداد الفرديه في زهره النرد؟ هتقول لي الواحد، وهتقول لي الثلاثه، وهتقول لي الخمسه. يبقى الحدث ده فيه كام عنصر؟ فيه ثلاث عناصر. برافو عليك. طب لو قلت لك حدث الحصول على عدد زوجي، هتقول لي الاعداد الزوجيه اللي في زهره النرد 2 و4 و6. يبقى حضرتك ده الحدث ده بيحمل اكتر من عنصر. 2 و4 و6، الحدث فيه كام عنصر كده؟ 3 عناصر. اما فضاء العينه كان فيه 6 عناصر. يبقى دايما عندك الحدث يا اما يحمل عنصر، يا اما يحمل اكتر من عنصر، يا اما لا يحمل اي من العناصر اللي بنسميها المجموعه الخاليه اللي بتكون في الحدث المستحيل اللي احنا واخدينها في الاعداديه اسمها فاي. اسمها ايه؟ فاي. تمام. فبنقول ايه هو الحدث المؤكد بقى؟ هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينه. العناصر اللي فيه هي العناصر اللي في فضاء العينه، في تطابق بين العناصر اللي في الحدث وعناصر فضاء العينه. يعني لما اقول لك عند القاء زهره نرد اوجد حدث الحصول على عدد 6 فاقل، تقول لي طبعا 6، ومين اللي، يبقى انا بدات بمين؟ بالسته. مين اللي اقل من 6؟ 5. مين اللي اقل من 5؟ 4. 3 2 1. خدت بالك ان الحدث فيه 6 عناصر؟ طب والفضاء فيه 6 عناصر ونفس ال6 عناصر؟ يبقى ده عباره عن ايه؟ يبقى هنا الحدث عناصره تساوي عناصر فضاء العينه، وبيسموه الحدث المؤكد. وبالمناسبه احتمال الحدث المؤكد بيساوي 1 صحيح. طيب ده كان الحدث المؤكد. يبقى لما اشوف تاني تعريف الحدث المؤكد اقول له هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فراغ العينه، وتكون او يكون احتماله يساوي 1 الصحيح. ده التعريف على الشاشه تاني اهو. اللي عايز يشوف تعريف الحدث المؤكد بنقول له هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فراغ العينه، ويكون احتماله يساوي 1 صحيح. طب الحدث المستحيل يعني ايه؟ حدث مستحيل يعني حدث مستحيل يحصل، مش ممكن يقع، استحاله. زي ايه؟ قلت لك لما رميت زهره النرد مش ممكن يطلع فيها 7، مش ممكن يطلع فيها عدد 8، مش ممكن يطلع فيها العدد 9، مش ممكن يطلع فيها عدد اكبر من 6. يبقى ده اسمه حدث مستحيل، هتلاقيه في مجموعه خاليه اللي هي الفاي. يبقى اتفقنا ان الحدث المؤكد هو حدث عناصره تساوي عناصر فضاء العينه. اما الحدث المستحيل، الحدث المستحيل هو الحدث الذي لا يمكن وقوعه وما فيهوش عناصر، عشان كده بيسموها المجموعه الخاليه او فاي. يبقى كده انا عندي حدث مؤكد وعندي حدث مستحيل. الحدث المؤكد عناصره تساوي عناصر فضاء العينه، وده لازم يحصل، لازم يحصل، هيحصل هيحصل، ده اسمه حدث مؤكد. لما اقول لك ارمي قطعه النقود احسب احتمال ظهور صوره او كتابه، طب ما هو حدث مؤكد، ما هيطلع الصوره الكتابه فعلا، يبقى ده حدث ايه؟ مؤكد. طيب في تجربه القاء زهره نرد احسب احتمال او حدث ظهور عدد اقل من 7. طبعا الستة والخمسة والأربعة والثلاثة والاثنين والواحد ده حدث مؤكد، لازم يطلع عدد أقل من 7. طب احسب احتمال ظهور العدد 7، تقول لي مستحيل، يبقى ده حدث مستحيل. يبقى خدت من أنواع الأحداث الحدث المؤكد الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة، وخدنا الحدث المستحيل الحدث الذي لا يمكن وقوعه أبدا. يبقى نشوف تاني تعريف الحدث المستحيل، هو الحدث الذي لا يمكن حدوثه أبدا واحتمال الحدث المستحيل يساوي 0. بعد كده عايزين نشوف اشكال لحته الاحداث اللي عندي. فبيقول لي عند رمي حجر نرد مره واحده اذكر الاحداث الاتيه. يعني ايه الكلام ده؟ عند رمي حجر نرد مره واحده لازم اول حاجه افكر فيها اجيب فضاء العينه.
فضاء العينه بيساوي ايه؟ لو انت مسكت زهرة النرد ورميته، هتقولي زهرة النرد هيطلع فيها يا ايه؟ يا واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. طيب ده فضاء العينة اللي هو جميع النواتج الممكنة. مش احنا قلنا في تعريف فضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة؟ قلت لي تمام. يبقى الفيه بيساوي الواحد او الاثنين او الثلاثة او الاربعة او الخمسة. حضرتك بقى عايز طالب مني شوية احداث كده، حدث ظهور عدد فردي، حدث ظهور عدد زوجي، حدث ظهور عدد اولي، حدث ظهور عدد اثنين، حدث ظهور العدد يقبل اسم على الثلاثة، حدث ظهور العدد اكبر من خمسة. دي كلها احداث انا اقدر اجيبها من الايه؟ من فضاء العينة. حضرتك قلت فضاء العينة كام؟ واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. يبقى فضاء العينة واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. دي حاجة سهلة جدا. طيب لو قال لي بقى حدث ظهور العدد اتنين، نشوف كده الشاشة ونشوف الحدث ظهور عدد اتنين. قلت لي حدث ظهور العدد اتنين بيساوي اتنين فقط. كم عنصر بقى؟ قلت لي هو عنصر واحد اللي هي اتنين. طب حدث ظهور العدد اتنين على الاكثر، يعني ايه اتنين على يعني بالكتير يظهر اتنين، ما يظهرش حاجة اكتر من الاتنين بس ممكن يظهر اقل. يبقى يعني ايه اتنين على الاكثر؟ يعني اتنين او اللي اقل منها بالكتير او اتنين. فحضرتك قلت لي اتنين وواحد، صح كده؟ لان انت قلت على الاكثر، يبقى اخد الاتنين واللي اقل من الاتنين. طب حدث ظهور العدد اتنين فاكثر، ركز في المصطلحات دي كويس، عايز اتنين فاكثر، يبقى هتاخد اتنين واللي اكتر من الاتنين. يبقى اتنين عبارة عن اتنين فاكثر عبارة عن اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة. طب حدث ظهور عدد اكتر من اتنين، ايه اللي اكتر من اتنين يا جماعة؟ برافو عليك، قلت لي التلاتة والاربعة والخمسة والستة. ليه؟ لان اخر الظهر او اخر فضاء العين عندي ستة، يبقى مين اللي اكتر من اتنين؟ التلاتة والاربعة والخمسة والستة. خد بالك بقى من التلات مصطلحات تاني من الاول. حضرتك قلت على الاكثر، وقلت فاكثر، وقلت اكثر من. تاني قلنا على الاكثر، وقلنا فاكثر، وقلت اكثر من. يعني ايه التلاتة وايه الفرق بينهم؟ اتنين على الاكثر، يبقى اخد اتنين واللي اقل منها، اتنين وواحد. يبقى كلمة على الأكثر بتساوي كلمة فأقل، كلمة على الأكثر بتساوي كلمة فأقل. يبقى اتنين فأقل أو اتنين على الأكثر متساويين. يعني ايه اتنين فأقل؟ هاخد الاتنين واللي أقل منها، يبقى اتنين وواحد. طيب عندي كمان حدث ظهور العدد اتنين فأكثر، يعني ايه بقى فأكثر؟ قلت لي اتنين فأكثر يعني اخد الاتنين واللي اكتر منها. وعلى فكرة كلمة فأكثر بتساوي على الاقل، كلمة فأكثر بتساوي على الاقل. يعني كان ممكن يقول لي حدث ظهور اتنين على الاقل. يعني ايه اتنين على الاقل؟ يعني اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة. يبقى كلمة فأكثر بتساوي كلمة فأقل، كلمة فأكثر بتساوي كلمة على الاقل، كلمة فأكثر بتساوي كلمة على الأقل، أما كلمة على الأكثر بتساوي كلمة فأقل. يبقى العلى بتتحول لحرف الفهمة عكس الأكثر والأقل. طبعا حدث ظهور أكتر من اتنين، كده الاتنين مش معانا، أكتر من اتنين بيساوي تلاتة وأربعة وخمسة وستة، كده الاتنين مش معانا. يبقى اتنين على الاكثر الاتنين معان، اتنين فاكثر الاتنين معان، اكتر من اتنين لا يعني الاتنين مش معنا. يبقى كده احنا عرفنا يعني ايه كلمة على الاكثر، ويعني ايه كلمة فاكثر، ويعني ايه كلمة اكثر من. كان ممكن يجيني على الاقل وفاقل واقل من، يبقى كان ممكن يجيني نفس الكلمات بس على كلمة اقل. يبقى كان ممكن يجيني على الأقل اللي هي بتساوي فأكثر،
وكلمة فأقل اللي هي على الأكثر، وكلمة أقل من يعني آخد اللي أقل منها، أما أكثر من باخد اللي أكتر منها. طيب عندي كمان بيقول لي إذا كان عدد إحدى المدارس 100 طالب، عندي مدرسة فيها 100 طالب، المدرسة كلها كام؟ 100 طالب، منها 40 ذكور. المدرسة كلها 100 طالب منها 40 ذكور، يبقى فاضل كام إناث؟ كام بنت في المدرسة؟ ما أنا عندي لو عندي مدرسة كده وأطفال في كيجي 1 كلهم 100، في 60 ولد، يبقى فاضل كام بنوتة؟ فاضل 40 بنت، يبقى عدد المدرسة كلها 100، ذكر منها 40 ذكر و60 بنت، وتم اختيار طالب عشوائيا. اوجد احتمال ان يكون الطالب الذي تم اختياره من الاناث، عدد الاناث كام؟ قلت لي 60، وعدد المدرسة كلها كام؟ قلت لي 100، يبقى الاحتمال 60 على 100، يعني 6 من 10. عندي كمان من الموضوعات او الحاجات المهمة موضوع الارتباط، موضوع الارتباط، موضوع الارتباط عايزين نتكلم فيه شوية مع بعض. عبارة عن ايه موضوع الارتباط ده؟ ايه هو الارتباط اساسا؟ الارتباط عبارة عن وجود علاقة بين ظاهرتين. يعني لما اقول لحضرتك في علاقة بين عدد ساعات مذاكرتك ومجموعك، تقولي طبعا لو ذاكرت كتير مجموعي هيزيد، لو تعبت كتير مجموعي هيزيد، لو اشتغلت على نفسي كتير مجموعي هيزيد. يبقى في علاقة ولا مفيش علاقة؟ يبقى في علاقة بين عدد ساعات المذاكرة وبين مجموعك. دايما ان شاء الله كده عقبال ما نشوفكم في الاوائل، الاوائل دول بيكون عدد ساعات مذاكرتهم كتير. يبقى هنا في ارتباط؟ اه في ارتباط. يبقى وجود علاقة بين ظاهرتين سين وصاد يسمى ايه؟ الارتباط. يبقى لو قلت لك عرف الارتباط تقول لي هو مقياس احصائي يقيس شدة او قوة العلاقة بين ظاهرتين. اي ظاهرتين بينهم علاقة يبقى بينهم ارتباط. زي ايه؟ زي لما اقول لحضرتك العلاقة بين سعر الخشب وسعر الكرسي، لو الكرسي مصنوع من خشب، قلت لي طبيعي لو الخشب زاد، لو سعر الخشب زاد سعر الكرسي هيزيد، لو سعر الخشب زاد سعر المكتب هيزيد. يبقى في علاقة ولا مفيش علاقة؟ طبعا في علاقة. يبقى الارتباط هو مقياس احصائي يقيس شدة او قوة العلاقة بين ظاهرتين. نعرف تاني التعريف ده مع بعض. الارتباط هو مقياس احصائي يقيس شدة او قوة العلاقة بين ظاهرتين. طيب الارتباط ده انواع؟ طبعا في ارتباط طردي وارتباط عكسي. يعني ايه ارتباط طردي؟ يعني الارتباط الظاهرتين بيزيدوا في نفس الاتجاه او الظاهرتين بينقصوا في نفس الاتجاه. يعني ايه؟ مش فاهم. لو عدد ساعات المذاكرة زاد المجموع هيزيد، لو عدد ساعات المذاكرة قل المجموع هيقل. يبقى هنا اسمه ايه؟ ارتباط طردي. يعني زيادة في الظاهرة س تقابلها زيادة في الظاهرة ص، او نقص في الظاهرة س يقابله نقص في الظاهرة ص، يبقى ده اسمه ارتباط طردي. في حاجة كمان اسمها الارتباط العكسي. اسمها ايه؟ الارتباط العكسي. الارتباط العكسي ده عبارة عن ايه؟ زيادة في الظاهرة س يقابلها نقص في الظاهرة ص، خدت بالك؟ عكس بعض. يبقى ده اسمه ارتباط ايه؟ عكسي. يبقى زيادة في الظاهرة س قابلها ايه؟ نقص في الظاهرة ص. ده زي ايه ده؟ لو قلت لك عدد ساعات اللعب والمجموع، كل ما عدد ساعات اللعب زادت المجموع يحصل له ايه؟ يقل طبعا، ما انت اهملت. يبقى دي اسمها ارتباط عكسي. يبقى عندي نوعين للارتباط، ارتباط طردي اللي هو زيادة س يقابله زيادة في ص، او نقص س يقابله نقص في ص. وبالمناسبة
الارتباط الطردي دايما الناتج بتاعه بيكون موجب، يبقى دايما اذا كان الناتج بتاعك موجب هتقول لي ارتباط طردي، اذا كان الناتج موجب ارتباط طردي. طيب يعني ايه؟ يعني ايه طردي؟ يعني الزياده في س يقابلها زياده في ص، او النقص في س يقابله نقص في ص. اما الارتباط العكسي بيكون زياده في س يقابله نقص في ص، او نقص في س يقابله زياده في ص. وخد بالك من حاجه كويسه جدا، ايه هي؟ ان دايما الارتباط العكسي هيكون الناتج بتاعه سالب، يبقى لو الناتج سالب دل ذلك على ان الارتباط عكسي، واذا كان الناتج موجب دل ذلك على ان الارتباط طردي. برافو عليك. يبقى كده عرفنا انواع الارتباط طردي وعكسي. خد بالك بقى من ملحوظه مهمه جدا، ان معامل الارتباط لا يزيد عن الواحد الصحيح. مش ممكن معامل الارتباط يزيد عن الواحد الصحيح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معامل الارتباط بيتراوح بين سالب واحد وموجب واحد ما عدا الصفر. يعني ايه ما عدا الصفر؟ يعني لو الناتج صفر لا يوجد ارتباط، مفيش ارتباط اصلا. زي ايه؟ في بعض الحاجات في الكون ملهاش ارتباط ببعض. يعني انا لو سألتك ايه العلاقة؟ ايه العلاقة بين اسعار الذهب ومجموعك في الدبلوم ان شاء الله؟ تقول ايه علاقة اسعار الذهب؟ ملهاش علاقة. يبقى هنا لا يوجد ارتباط. يبقى هنا اول حاجة لازم تعرفها معنى الارتباط. يعني ايه الارتباط؟ ايه هو معامل الارتباط؟ هو مقياس احصائي يقيس شدة العلاقة بين الظاهرتين. قلت لي طب ليه انواع؟ قلت لك ليه انواع، طردي وعكسي. طردي يعني زيادة في الظاهرة س يقابلها في زيادة كمان في الظاهرة ص، الاثنين بيزيدوا مع بعض زيادة طردية. أو نقص في س بيقابله نقص في إيه؟ في ص، الاثنين بينقصوا مع بعض. ودايما دايما الارتباط الطردي بيكون ناتج معامل الارتباط فيه موجب. الارتباط الطردي بيكون ناتج الارتباط ايه؟ موجب. يبقى دايما اذا كان ناتج الارتباط موجب دل ذلك على ان الارتباط طردي، واذا كان ناتج الارتباط سالب اللي هو ارتباط عكسي دل ذلك على ان الارتباط عكسي. طيب كمان خد بالك معايا في بعض الاشياء في الارتباط بتتحدد بإيه؟ لما نقول معامل الارتباط ممكن يكون عندي نوعين من معامل الارتباط. في معامل ارتباط الرتب لسبيرمان، معامل ارتباط الرتب لسبيرمان ده عبارة عن إيه؟ ده معامل ارتباط بيصلح للقيم الرقمية والوصفية. مش احنا عارفين ان عندي القيم او البيانات في بيانات كمية وبيانات وصفية؟ يعني ايه؟ يعني رقمية زي 5، 6، 10، 20 ارقام بنسميها بيانات عددية او رقمية او كمية. معامل ارتباط الرتب لسبيرمان ده بيصلح للبيانات الكمية والبيانات الوصفية. كمية زي 20، 30، 50، وصفية زي مقبول، جيد، امتياز، ممتاز، طويل، قصير، اسود، اخضر، ازرق، يبقى دي كلها ايه؟ وصف. يبقى الوصفية زي ايه تاني؟ المقبول. نبدأ كده ترتيب التقديرات عشان هيفرق معانا بعد كده واحنا بنحل ان شاء الله. الترتيب تنازلي، ببدأ بالممتاز، اعلى حاجة في الترتيب الرتب التقديرات ببدأ بمين؟ بالممتاز. يبقى الممتاز اللي اقل منه حبة اسمه ايه؟ جيد جدا. اللي اقل من جيد جدا جيد، واللي اقل من جيد مقبول، واللي اقل من مقبول ضعيف، واللي اقل من ضعيف ضعيف جدا.
ده كده ترتيب تنازلي، يبقى بدأت بالترتيب التنازلي، بدأت بالممتاز، بدأت بالممتاز ونزلت جيد جدا، بعديها جيد، بعديها مقبول، بعديها ضعيف، بعديها ضعيف جدا. عندي كمان ممكن ارتب تصاعدي، بس في الحالة دي لو رتبت تصاعدي في سين لازم ترتب تصاعدي في صاد، لو رتبت تصاعدي في تنازلي في سين لازم ترتب تنازلي في صاد، زي ما هنشوفها مع بعض. يعني ايه ترتيب تصاعدي؟ يعني ابدأ من الصغير وانا طالع تصاعدي. يبقى لو هتبدأ من التصاعدي بتبدأ اول حاجة ضعيف جدا، وبعدين ضعيف، وبعد الضعيف مقبول، خدت بالك في تصاعد، بعد المقبول جيد، بعد الجيد في جيد جدا، بعد الجيد جدا في ممتاز. يبقى معامل ارتباط الرتب لسبيرمان يصلح للبيانات الرقمية والوصفية. طب ايه هو الارتباط تاني؟ الارتباط هو وجود علاقة بين ظاهرتين، او معامل الارتباط هو مقياس احصائي يقيس شدة او قوة العلاقة بين ظاهرتين. ده كده كان تعريف معامل الارتباط، وزي ما قلنا الارتباط نوعين، طردي وعكسي، وعرفت الطردي لما هيطلع الناتج موجب، وعرفت العكسي لما يطلع الناتج سالب. وفي الطردي بيكون الزيادة في الظاهرتين مع بعض او النقص في الظاهرتين مع بعض، وفي العكسي بيكون زيادة في ظاهرة مع نقص ظاهرة اخرى، او نقص في ظاهرة مع زيادة ظاهرة اخرى. طيب بعد كده في معامل الارتباط، لما قلنا على معامل الارتباط قلت معامل ارتباط الرتب لسبيرمان يصلح للقيم الرقمية والوصفية. وخد بالك هذا المعامل لا يقيس البيانات نفسها، وإنما يقيس رتب هذه البيانات. يبقى بنجيب الأول رتب سين، وبنجيب رتب صاد، وزي ما هنشوف موضوع الرتب ده سهل جدا، ولكن اللي عايز أأكد عليه إن معامل ارتباط سبيرمان بيقيس العلاقة بين هذه الرتب وليس الرتب نفسها. طيب عندي كمان عشان أجيب معامل ارتباط الرتب لسبيرمان كنت بعمل جدول من 6 خانات، سين وصاد، وكنت بجيب رتب سين ورتب صاد، واجيب فرق الرتب، يعني اطرح رتب سين من رتب صاد، وممكن يطلع الناتج موجب لو كانت رتب سين اكبر، وممكن يطلع الناتج سالب لو كانت رتب صاد اكبر. بعد ما اجيب فرق الرتب اللي هي الفه، بربع فرق هذه الرتب اللي هو فه تربيع، علشان اقول ان القانون ره بيساوي 1 ناقص 6 في مج فه تربيع على نون في نون تربيع ناقص 1. كده احنا قلنا تعريف الارتباط وتعريف معامل الارتباط وانواع الارتباط ومعاملي الارتباط، قلنا منهم معامل ارتباط سبيرمان، وعاوزين نقول معامل ارتباط بيرسون اللي بيسموه معامل ارتباط العزوم. يعني ايه او معامل ارتباط العزوم ده بيقيس ايه؟ بيقيس العلاقة بين الظاهرتين نفسهم وليس الرتب بتاعتهم، لذلك هو بيقيس العلاقة بين ايه؟ الظاهرتين، عشان كده بيسموه معامل ارتباط العزوم. ومعامل ارتباط بيرسون بيصلح للقيم الرقمية فقط. يبقى اذا معامل ارتباط بيرسون لا يصلح للبيانات الوصفية، لا يصلح للبيانات الوصفية، انما يصلح للبيانات الرقمية فقط. خلي بالك من معامل ارتباط بيرسون يصلح للرقمية فقط، اما معامل ارتباط سبيرمان بيصلح للقيم او للبيانات الرقمية والوصفية. يبقى سبيرمان بيصلح للاثنين، رقمي ماشي، وصفي ماشي، نقدر نحل بيهم سبيرمان. اما بيرسون بيصلح للبيانات الرقمية فقط، لذلك بعمل جدول 5 خانات في بيرسون، بقول الجدول ده عبارة عن سين وصاد وسين في صاد وسين تربيع وصاد تربيع. طيب خانة سين تربيع بتيجي ازاي؟ بضرب خانة السين في نفسها، خانة الصاد تربيع بضرب خانة الصاد في نفسها، اما خانة سين في صاد بضرب خانة سين في خانة صاد. يبقى تاني لما نيجي نراجع على موضوع الارتباط او نقول ايه هو الارتباط، تقول الارتباط في وجود علاقة بين ظاهرتين سين وصاد، في علاقة بين الاتنين. يبقى دي اسمها علاقة بين ظاهرتين سين وصاد، زي ما قلت لك العلاقة بين الخشب والموبيليا.
الموبيليا بتتصنع منين؟ من الخشب. فلو الخشب غلي الموبيليا هتغلى، الخشب رخص الموبيليات هترخص. يبقى دي اسمها علاقة بين ظاهرتين سين وصاد أو سعر الخشب والموبيليا. وقلنا على طول على طول إذا كانت زيادة في الظاهرة سين تقابلها في زيادة في الظاهرة صاد، يبقى على طول هنا نقدر نقول الارتباط طردي وهيكون ناتج الارتباط موجب. أما إذا كانت زيادة في الظاهرة سين يقابلها نقص في الظاهرة صاد، على طول قلنا إن الارتباط عكسي يعني الناتج هيكون سالب. طيب ده كان معامل ارتباط الرتب لمين؟ لسبيرمان. وقلنا كمان معامل ارتباط العزوم لبيرسون. خلي بالك في معامل ارتباط بيرسون بيصلح للقيم الرقمية فقط، وبيقيس وبيقيس القيم نفسها، علشان كده معامل ارتباط بيرسون بيكون أدق. أما معامل ارتباط سبيرمان بيقيس رتب الفروق. طيب بعد ما جبنا معامل ارتباط سبيرمان وعرفنا انه بيصلح للقيم الرقميه والوصفيه، وجبنا معامل ارتباط بيرسون وعرفنا انه بيصلح للقيم الرقميه فقط، في بعد كده شيء اسمه الانحدار. ايه هو الانحدار؟ الانحدار هو وجود علاقه بين ظاهرتين سين وصاد. ده الارتباط. قلنا الارتباط تاني وجود علاقه بين ظاهرتين سين وصاد، ده كان الارتباط. اما الانحدار، عايزين بس نحط الاثنين مع بعض عشان نعرف الفرق بينهم. الارتباط وجود علاقه بين ظاهرتين سين وصاد. الانحدار بقى التنبؤ بقيمه احد المتغيرين او الظاهرتين سين او صاد بمعلوميه الظاهره الاخرى. يبقى انا عندي الانحدار هو التنبؤ بقيمه احد المتغيرين بدلاله المتغير الاخر. عندي في الانحدار متغيرين، متغير تابع ومتغير مستقل، متغير تابع ومتغير مستقل. ايه هو الانحدار تاني؟ الانحدار هو التنبؤ بقيمة احد المتغيرين بدلالة المتغير الاخر. يبقى انا بتوقع قيمة شيء اذا عرفت ايه؟ قيمة شيء اخر. يعني حضرتك لو انت معاك الانحدار ده ليه معادلتين، معادلة انحدار صاد على سين ومعادلة انحدار سين على صاد. تاني، الانحدار ليه كام معادلة؟ معادلتين، معادلة انحدار صاد على سين ومعادلة انحدار سين على صاد. في المعادلتين دول، المعادلة الأولى صاد بتساوي ألف سين زائد ب، دي اسمها معادلة انحدار صاد على سين. المعادلة الثانية معادلة انحدار سين على صاد، بنقول ان دي معادلة انحدار سين على صاد اللي هي بنستخدم فيها السين بتساوي جيم صاد زائد د. اما المعادلة الاولى الصاد بتساوي الف سين زائد د. يبقى انا عندي معادلتين انحدار، معادلة انحدار صاد على سين ومعادلة انحدار سين على صاد. ايه هو تعريف الانحدار تاني؟ ومش عايزين نلخبط بين تعريف الانحدار وتعريف الارتباط. تعريف الانحدار هو التنبؤ بقيمة احد المتغيرين بمعلومية او بدلالة المتغير الاخر. عندي في معادلة انحدار صاد على سين الرقم اللي جنب سين اسمه معامل سين، اسمه معامل سين. اما في معادلة انحدار سين على صاد الجيم اسمه معامل صاد. لذلك قدروا يحصروا علاقة بين ارتباط وانحدار. كان عملوا العلاقة بين الارتباط والانحدار، قالوا ان العلاقة دي بتيجي ازاي؟ الارتباط بيساوي جذر معاملي الانحدار. الارتباط بيساوي جذر معاملي الانحدار. يعني ايه؟ يعني لو انا معايا معامل انحدار صاد على سين او معامل سين اللي هو ألف، ومعايا معامل انحدار سين على صاد او معامل صاد اللي هو الجيم، لو ضربتهم في بعض وجبت جذرهم يديني نفس قيمة الارتباط الخطي اللي عندي. يبقى انا بقولك ان الر بتساوي جذر الف جيم اللي هي معادلة الايه؟ دي العلاقة بين الارتباط والانحدار. يبقى زي ما قلنا النهاردة احنا عرفنا يعني ايه ارتباط. الارتباط هو وجود علاقة بين ظاهرتين. معامل الارتباط
هو مقياس إحصائي يقيس أو يهدف إلى قياس شدة أو قوة العلاقة بين ظاهرتين سين وصاد. وبعدين دخلنا في الانحدار وعرفت إن الانحدار هو التنبؤ بقيمة أحد المتغيرين، وعرفت إن عندي معادلتين للانحدار، معادلة انحدار صاد على سين اللي هي الصاد بتساوي ألف سين زائد ب، ومعادلة انحدار سين على صاد اللي هي السين بتساوي جيم صاد زائد د. وعرفنا إن في علاقة بين الارتباط والانحدار، العلاقة بين الارتباط والانحدار الارتباط ر بيساوي جذر ألف جيم أو أي معامل من الاتنين، الألف مثلا بيساوي ر تربيع على جيم والجيم بتساوي ر تربيع على ألف. قدرنا نستعرض مع بعض موضوعات علم الإحصاء للصف الثالث التجاري، وعرفنا إن الموضوعات اللي عندنا بيبدأ بموضوع الاحتمال، موضوع التوزيع الطبيعي، موضوع العينات، موضوع الارتباط والانحدار، وموضوع السلاسل الزمنية. إن شاء الله تكون دي حلقة قدرت تعرفك موضوعات علم الإحصاء وتقربك من إنك تفهم مادة الإحصاء في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. سعيد جدا جدا بيكم، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة على مصر كلها، وتمنياتي لكم بالنجاح والتفوق. مستر فتحي عبد الكريم، وزارة التربية والتعليم.